بسم الله الأول يا شباب، أنا عاوز أشكر عاطف للفكرة دي. وما طبعا يا شباب، بعد مليون، مش بعد سنة كاملة أو سنتين، ماب الإيرشيب يا شباب، الإيرشيب. والله يا شباب التحمس ده مش مود. بصوا فوق، بص مكتوب سكيلد، لا مكتوب ايرشيب. وبصوا عشان تصدقوني، شوفوا الهاتات شايفين، وعشان تصدقوني ما تقفلوش الفيديو، روحوا في قناة دكتور ميشو هتلاقوا عمل فيديو عن الايرشيب، هتلاقوا نفس الهاتات. ولما تلاقوا نفس الهاتات روحوا في السكنات شوفوا الشباب، وانتوا هتصدقوني ان ده فعلا ماب الايرشيب. وطبعا اهو الاكونت بتاعي، سميت نفسي كسولوج. وعشان تصدقوني اكتر كمان هندخل لعبة الايرشيب في لعبة ونقعد نلعبها. شوفوا يا شباب ده مش مود، اقسم بالله ده مش مود، ده حقيقي، ده حقيقي حقيقة. اي حد يقدر يدخل امانجاس يروح يجيب الابديت، تعمل تك 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 تين اربعه كده وانت هتدخل ماب الايرشيب يا حبيبي. شوفوا 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 شوفوا، وهتحط هتقعد تحمل شويه كده عشان ماب الايرشيب ضخمه. وكمان اقدر اختار الاوضه اللي هبدا فيها. في حلقه قديمه من دكتور ميشو، مش قديمه قوي، دكتور ميشو قال في شاف الاعلان تقدر تختار في اي حد. شوفوا انا بختار، يعني اروح في كارجو بي ريكورد ولا انجن روم. طبعا دي مش كل الحتت، بس انا مش هختار واشوف هبدا فين. ببدا في اي حته كده. طيب ازيك يا باشا؟ شوفوا شباب ماب الايرشيب، الله يخرب بيتك، بس الله يخرب بيتك. ببدا الفيديو ويروح يجلدني جلد. شكل الناس النهارده هتجلدني جلد مش محترم، الناس النهارده هتجلدني جلد ملوش حل. يا شباب الناس، والله الناس تجلدني جلد، انا ما اعرفش اعمل ايه. بس طيب شباب، اللون، بص الطاقيه دي ولا الطاقيه دي احسن عليا؟ انا عاطف صاحبي قال لي دي اجمل، بس شوف الطاقيه الخلبوصه دي ولا الخلبوصه دي ولا دي. لو انتوا كتبتوا لي في الكومنتات دي هتبزها دايما. فيلا ندخل ماب الايرشيب. وانا طبعا في كل فيديو امونج اس مش هفضل بلعب ماب الايرشيب عموما، يعني هغير مابات شويه، يعني مش هفضل كل شويه ايرشيب ايرشيب. انتوا هتزهقوا من الايرشيب كده وهتقولوا دي ملهاش فايده كده يعني. فطيب حلو، تعالوا نروح في البريج يا شباب. شوفوا هنا جوهرة. واو واو، شوفوا ده بيصلح الجوهرة. هنا سلالم صغيرة كده. طيب حلو حلو. طيب تعالوا نستكشف كده نشوف نقدر نعمل ايه، او التاسكات الجديدة، ونشوف لو فيها حاجات قديمة ولا جديدة. على حساب الامانجاس قالته هي مفيش حاجه هتكون قديمه. ف انا خدت اسلحه. او ماي جاد انا باخد اسلحه. او ماي جاد يا شباب، ده لا هموت، هموتني بليز بليز. شوفوا انا مش محترف، شوفوا لو انا عملتها بسرعه قلت فاست. ده عشان بس تعرفوا، شايفه عادي وقلت فات، بس لما انا اعمله عادي كده بالراحه كده يعمل هول. سيبوه ليا انا بعرف اعمل دي. سيبوه اتقعد حركوا بقى. شفتوا الاحتراف ده اسمه الاحتراف. هعمل ايه هنا؟ احطه تاني يا باشا. فيه يا باشا. طيب فين الكوكبت؟ ايوه اهو الكوكبت. ستيبلايز ستيرنج، حط هنا كده. ما شاء الله، انت بتعمل ايه يا باشا؟ احط عند البتاع ده هنا.
يا سلام على الاحتراف. ايه ده؟ هذا الادمن. شوفوا الماب ضخمة قد ايه يا شباب. شوفوا بس من برا، امونج اس بتاعت الايرشيب. اوكي، طيب هنا الكوميونيكيشن. انا مش عارف الماب دي ضخمة اوي. انا طب فين السلم يا باشا؟ عاوز اشوف السلم مش حطوه ابدا. زبط، كان في سلم. ايوه سلم، اطلع فوق كده. لا، بس اطلقها. شوف الطاقية بتاعتي شكلها ازاي. شوف ايدي والله مسخرة. طيب هنا ازاي ادخل؟ هنا عاوز ادخل يا باشا، دخلني. طيب نروح انا كده، مقدرش ادخل هنا برضو. وفي تاسكات صعبة قوي. انا مش سمعت الصوت. سمعت الصوت ده؟ واو يا شباب، واو واو واو. طيب هو في ريبورت؟ وات ريبورت؟ او ماي جاد، وات؟ لا في ريبورت. طب مين طيب هعمل لك يا صوفا. طلعوني ليه؟ انا عملت ايه؟ طيب اسمعوا الموسيقى. او ماي جاد، طلعوني ليه يا غبيين كلاب؟ ومن الباشا ده، مين الباشا الصغير ده؟ طيب نروح هنا. ايه ده؟ هنا كاميرات. او ماي جاد. طيب في شات. عندي شات هنا، معرفش دي قديمة ولا جديدة، بس ممكن تكون جديدة. مقدرش اطلع السلم يا ابيض. في ايه؟ بطل بقى قاعد تك على الزر. ولا مسخرة عادي. في ايه؟ طيب في ايه؟ الصوت، والله الصوت. اشوفه ولا ما يقع. كسبنا ما شاء الله. في ايه يا ابيض؟ ابيض خلبوص. انا هعمل له ريبورت دلوقتي. فين الابيض؟ الابيض اسمه دام بدرس. انا هوريك. طيب انا هعمل لك ريبورت دلوقتي. طلعت ده، سمعني؟ تسمعني يا ابيض؟ الابيض كان سمعني يا شباب. ستارت. ايوه انا ازاي اقول ستارت؟ بنستارت يا باشا. كويشن. لا، انا شباب مش لازم نقول ستارت. طيب يلا. ايوه مش الامبوستر برضو. طيب بس عادي، تعالوا نبدا في الانجين روم. حلو. طيب نشوف فين التسكوت بتاعنا. شكلنا عندنا كتير في الالكتريكال. ده السلم ولا هو فوق؟ هو فوق الالكتريكال. لا انا في الالكتريكال اصلا. ايه ده؟ طيب فين التسكة بتاعتي؟ والله الصوت شباب اسطوري، الصوت اسطوري. جوانا كلمة اسطوري يعني. طيب بيقولوا هو بيقول نو، بيقول نو، وده بيقول هو. باشا تختار اي حاجة، نختار اللي صوت خلاص. طيب انا عملت فوت، شوف بيعملوا افيشات. وانا عملت روكش دريم. ايه ده؟ اللي عارف دريم يكتب لي في التعليقات تحت. اللي عارف دريم يبقى اسطورة الاساطير. لا بقى، اللي عارف دريم يكتب لي في التعليقات، محدش يكذب. لو انا حاسس ان حد كذب مش في مش هحطه. لا اللي مش هيكذب واللي هيقول الحقيقه ويقول انا عارف دريم ويقول حطني في الفيديو التاني، في الفيديو اللي بعد ده انا هحطه في الفيديو التاني. ابلع يا باشا، ابلع بس يا باشا. طيب هده ممكن الراجل، وممكن ممكن بص، وانا واحد
هخليه في الفيديو التاني، وكمان يلعب معايا في ماب الاشيب. بس لو حد تاني هعمل بص انا هعمل مباشر. انا عندي فكرة احسن، احسن فكرة ان انا هعمل مباشر في ايه ده، ان انا اعمل مباشر في في اومليت اركيد. طيب بعدين يبقى يدخل معايا في المباشر. التاسكه دي هتطول للابد، هتاخد للابد التاسكه دي هتاخد للابد فيها. بعدين هو يبقى يختار عاوز يبقى في ماب، يكتب لي في تعليقات اومليت اركيد في المباشر عاوز انهي ماب، مثلا ايرشيب، مثلا ميا، مثلا بولس، مثلا ذا سكيلد، ونلعب مع بعض بقى. فاللي عاوز يعمل كده يكتب انا عارف دريم، محدش يكذب. اللي هيكذب والله والله انا هوري، اللي هيكذب هخليه يدخل معايا وهجلده جلد، حتى لو هو الامبوستر انا وانا مش الامبوستر هجلده جلد، مش هخليه يقتلني ابدا. ابلع يا باشا. طيب مش عملت بوت ما شاء الله. طيب سيلينا هتطلع نشوف لو هي الامبوستر، لو هي مش الامبوستر احنا رحنا فيها، احنا رحنا فيها. لا مش رحنا فيها، لو حد تاني اتقتل احنا رحنا فيها. طيب نشوف هنا، هنا الميديكال ده كريتيكال. طيب عاوزنا نروح فوق هنا، مش هنا، من هنا ممكن. ايوه من هنا كده، من هنا عدي برضو. طب نروح فين؟ طيب طب اروح هنا، هنا هنا هنا. بقيت بعرف احفظ الماب اهي، هنا تطلع هنا تروح السلم. ايوه ده الاحتراف، ده الاحتراف يا بيبي. طيب هنا جبت كل الحاجات، لا لسه في واحدة جوه هنا هدي يا باشا. طيب خلصنا التاسكة دي، دلوقتي اللي فوق ده في تاسكة هنا. طيب حط يا باشا. واو 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 بتترمي، ده بتترمي زي النينجا، وكان النينجا بيرمي نينجا ستار. شوفوا ويهو ابلع. ايوه دي ايوه، لا تدي حطها هنا، ارمي يا باشا. ايوه وارمي، ابلع بس انا محترف. طيب نحط اللي انا اخدته هنا. حلو. طيب نروح بقى في الكوكبت. مش هنا مش هنا مش هنا مش هنا، فوق هنا كده تروح البتاع دي. طيب الكوكبت الكوكبت، ايوه وصلنا. لا 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 لا، هو تحتنا كده روم، تحتنا هو تحت في الانجن روم. نروح للكوميونيكيشن وعلى شمال كوميونيكيشن. حلو، نحن انجن روم كوميونيكيشن وعلى شمال كوميونيكيشن. ايوه حلو. طيب نحطه هنا، نحط ده هنا. طيب فين الفيوينج ديك؟ الفيوينج ديك فين؟ نروح لأرماري. فين انا هوريك بس اللي هيجي معايا، انا هجلده جلد جلد محدش يتوقعه ابدا. طب يا شباب نشوفك في الفيديو التاني، ومع السلامة.